السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الساعة تشير إلى 9:45 من يوم الاثنين 24 يوليو. في هذه اللحظة وأنا في البيت لم تبقى إلا دقائق معدودة على انطلاق أول فوج من المغاربة المتجهين إلى كينشاسا للمشاركة في الألعاب الفرنكوفونية 23 الدورة التاسعة. من المطار طلبت السي الحسين الكردي أحد الحكام في المصارعة ليلتقط لي فيديو أو صور، التقط لي هذا الفيديو. أرجوكم أن تتبعوا لتلاحظوا أول فوج يتوجه إلى كينشاسا، فيه المنتخب المغربي للمصارعة ومنتخب المغرب في الدراجات، رفقة بالطبع العناصر الدولية في جونغلاج ديال الكرة. يمكن على ما أعتقد أن هذا الصنف يدخل في إطار المسابقات الثقافية، لأن أنا لم أسمع من قبل بجونغلاج أنهم سيشاركوا في هذه الدورة. للتصحيح سأعود إليكم في الفيديو القادم إن شاء الله لأصحح، لأنني ما فهمتش. المهم ما علمت أن هذا المنتخب ديال جونغلاج أين يدخل لم أسمع به، هذه هي الخلاصة. وسأوافيكم إن شاء الله كما ذكرت بمعلومات حول هذا المنتخب. إذن رحلة سعيدة ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والعودة بنتائج مشرفة من كينشاسا. تتبعوا الفيديو. السلام عليكم. هو معنا البطل ديال النجاع تبارك الله المصارعة الحرة الأستاذ الزعيم الأستاذ بوعزوني. بوعزوني يلا كسكو بزنس كلاس الدولي ديالنا. بزنس كلاس شو دابا صحاب البزنس، شوف هادو كيفاش دايرين. معنا الكوتش تاع السيكليزم تاعي اخت، مرحبا. احنا سيدي نمشي نشوفوا ليه هاي الاخت زينب والاخوات تاع السيكليزم. هاي الاخت زينب مصارعه نسويه حره ومن ستريم ايسلين الاخت سيكليزم مشرفين. صافا سي عقادي